اليوم يا جماعة نزل سكن جديد حزمة الكابتن بويا لسنة 2024 ولا شي تمام. وهنا كمان نزل عنا سكن البنت لو ثواني فيه هون كمان في رقصة. شوف الرقصة معلم ديم حلو. اليوم ان شاء الله بهذا المقطع حبايبي الكرام راح ندخل على هذا الحدث ونشوف حظنا شلون راح يكون. يب شو راح يكون لايك حبايبنا ما تنسونا بزر لايك. والله يسعد ياكم شباب طلب خفيف لطيف الله يسعد ياكم. رابط قناة جديد بالوصف شباب اللي ما راح يشوفها هناك روحوا شوفها شباب لان عم ننزل لكم مقاطع بشكل يومي يا طيبين. خلينا ندخل على المقطع. اوبا وهيك بيكون شكل الحدث يا طيبين. طبعا هون الشيء اللي فهمته لازمنا تقريبا هون 150 هون 150 وهون 100 تقريبا لازمنا 400 توكن يا شباب حبيبي والله. بس انا معلم عندي تفاؤل وحاسس يعني ممكن يطلع شيء معلم ونحن قاعدين نعمل لف يا جماعه. ليك حبايبنا الله يسعد ليكم. خلينا نقول بسم الله حزمه البوي ليتس جو. ايوه شوف حظنا كيف راح يكون. ايوه عندنا هون اول توكن تمام حلو حلو. توكن اخضر توكن اخضر اوكي اخضر تمام. نعمل كبسه ممكن يطلع لنا شيء؟ لا والله. اوكي كم جمعنا لايك؟ اول لفه 5 توكن. هون اعطينا 12 توكن معلم. شوف بين بين معي على اليمين يعني بينت معلم. عرفنا من اولته. شوف لو انا عم بطلع هون معلم هون عم بطلع هون ما قلت كم راح اعطينا. شوف 19 ما طلعنا شيء بينه معلم. شوف شوف 26 اعطونا شيء سكين يا ول. شيل سكين يا هديك ربي. ما في سكنات يا اخي ايش في هون؟ ديم عزمة البويا الكابتن بويا معلم لم تزبط معنا. ثواني هاي صار معنا 47 يا جماعة. اوكي 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 كمل شوي شوي هات لنشوف. اعطونا شي سكن بدنا شي سكن. هات شي سكن يا ول. يلا سكن يلا سكن معلم. بدي سكن رقصة معنا. هات الرقصة اعطيني رقصة بس اعطيني رقصة ما بدي السكن. اعطيني رقصة يا اخي ما بدي اعطيني الرقصة يا اخي. اوكي اوكي حبيب اعطيني رقصة بشريك عيب عليك يا اخي. ما في رقصة. اوكي كم سمعت منهم 60 يا الهي. اوكي نكمل شوي. اوبا ما في حظ. حظ زباله يا شباب لم تزبط معنا. اوبا يلا يا ول ايه الحظ الزباله ده 96 بس. ويل ويل يا اخي بالعاده كان بيحطوا لنا 10 توكن. ليش بيقولوا 10 توكن يا اخي؟ اوكي هات نكمل نشوف ممكن يطلع لنا شي سكين. ايوه ما في سكن ما في سكن. اوكي اوكي كمل يشوف. ايوه يا معلم ايوه يا جميل. ايه برو يا اخي انا بعرف معلم اسوء حظ هو حظي يا جماعه. اسوء حظ هو حظي يا معلم. روح اوبا لما هاي لا اسف معلم اسف فري فاير اسف اسف خلاص مشونا يا معلم خلاص باللوز. ول يا الهي يا جماعه والله شي باللوز. هي جبنا الرقصه اوكي هلا هون باقينا معلم السكين. معقول يطلع لنا سكين او شيء؟ ول اذا يطلع لنا اي شباب امورنا بتصير باللوز معلم. لهيك ما راح اصف الان. اوكي اوكي تمام يطلع لنا شي سكين لم تزبط معنا. يوم ايوه يلا حزبة البويا برو يلا اعطونا سكن بنت يا اخي. ما بدي سكن الشاب. اوكي اوكي رح نجرب شغلة جديدة اللي هي معلم تكبس هيك لنشوف حظنا كيف راح يكون. اعطيه ايوه لا لا لم تزبط معنا 250 يا معلم. ايوه وقربنا خلاص معلم شايف انه حظنا ما راح نبصل يا شباب. انا شايف انه ما راح نجيب السكن. احلى شيء شاب اخر لفات هيك معلم وصلت 300 يطلع لي شيء. ويل ويك معلم الوضع مو باللوز. اوكي اوكي نجيب السكين قربنا قربنا. اوكي بس انا شوف حابب اشوف شغله بعد شوي بعد ما نوصل ل 300 ويل الحظ البيض. ها بقينا ايوه ايوه يا جميل تمام معلم. هون باقينا 20 لا باقي 6. اوكي 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 هون شو معلم هي 301 عالظبط. ما مشي الحال يا جماعه فكرنا رح يطلع لنا السكين بس ما طلع. تمام خلونا اول شيء اروح اعمل تثبيت لل شو اسمه لل للرقصه. وين الرقصه هي معلم؟ اهم شيء الرقصه يا شباب. رقصه عجبتني صراحه. وين الرقصه بشريك؟ وين الرقصه؟ وينك وينك يا رقصه؟ وين انت؟ اين انت؟ اين انت؟ هي هي بويا
يا سلام عليك شو معلم طالع حلو حلو مع مع الـ مع على السكين تشوف الاف اف حلو نايس تمام خلونا نحطها هون حطها هون على مكان بويا بعرف ليش بحب دائما احطها هون انا متعود احطها بهذا الشكل شوف ديم والله عليك شوف الساكورا باللوس نايس اوكي الان سواني معلم انا كنت رايح اروح احط السكين اعمله يعني تثبيت بس نسيت انه نعمل له الاستبدال اوكي خلينا ندخل اول شيء كالعاده شباب رح ندخل نجرب سكين البنت اول شيء ليديز كالعاده اوكي وين الخزنه اعاده مسبق اوكي بالمناسبه شباب ما عرف اذا ملاحظين انه هالفتره رجعنا لكم على البثوث مباشره شوي معلم ركزوا كتير فعلوا دير الجرس عشان تشوفوا البسوس شباب نعمل فايتات اسطوريه وشي حلو وهي حطينا السكين البنت يا طيبين وخلونا نشوف شكل السكين البنت هاي ندخل جزيره صداقه معلم شوف الوضع هناك شو عم يصير هات لنجرب شوف شو في ناس معلم جزيره صداقه بس ساعه ولا لانه انا شايف قاعد مصور الان الساعه عندي 6 صباحا حبيبي والله يلا يا ول امشي ول عمل لي اتصال الشبكة ضعيفة بيرجع التحقق بالحال الشبكة مبروك ليش يا ابو شريك؟ شو عم يصير هون؟ A few moments later لحد الان انا عم انتصر ما بدهم يدخلوني جزر الصداقة معلم ما اعرف ليش بس انا عنيد بدي احاول ادخل مرة ثانية هات لي شوف ننتظر كمان مرة لنشوف الوضع شلون راح يكون ايوه لا يا شباب خلاص معلم الظاهر ما بده يدخلوني يلا يا اخي ندخل تدريب عشان راح ينظر ندخل تدريب الظاهر اللعبة معلم شو صاير معلم بصراحة اللعبة لساتها شكلها مثلي ما هي مصحصحة ثواني اللعبة مثل ما قلت لكم مش مصحصحة مثلي يا جماعة هات لا تدخل راح يدخلوني بول راح يدخلوني كمان تدريب ديم اولي ما عم يدخلوني شباب حتى تدريب ايش هو هذا معلم اوكي شباب حبينا ندخل نجرب السكنين وما نقدر نجربها صح ما راح نقدر نجربها اليوم شيء مزعج صراحة اوكي عندنا هون هذا خلينا نشوف السكنات هيك بشكل قريب لنشوف الوضع شلون عندنا هون سكن بنت بنطالع حلو سكن بنت عن جد عجبني وعندنا هون الحذاء السلام يا اخي بتشبه يا اخي هذا الموديل مش موديل يعني بيشبه هالمودات التاندس تبع هاي السنه معلم المود تبع هاي السنه تقريبا هيك نوع الاحذيه هيك وهالاشكال نروح نشوف سكن تاكد من الشكل نشوف شو اسمه السكن شاب معلم سكوره معلم لو سوا شوي نرجع لورا نسيت يمكن عملوا تبديل يا اخي حظنا زفت يا شباب حبيت ادخل جرب يا شباب ما راح يمشي الحال اوكي ما في مشكله يا شباب مسويات لما نفتح بس مباشر ندخل نلعب السكيم تكون زبطت اللعبه تكون صح اللعبه حلو اولي هلا بالجميل هاي شنو روبلوس اوكي الافكت معناه طالع اسطوري اكيد سوا شوي عندنا واحد توكن هون اوكي عندنا هون واحد توكن كان اكيد الافكت اكيد السكين له افكت خاص الظاهر هات ندخل نشوف نتاكد اوكي عندنا هون الشعرات يا سلام شعرات ملونه يا شباب اول مره اشوف شعرات تلون يا جماعه شو عم بيصير هون حبيب والله عندنا القناع اللوز تمام هلا هي الشعرات معلم الشعرات بيجي مع هل شو بسموها هذول الحلق ولا شو بسموها حبيبي والله عندنا التشكت تمام اوكي الفي هاي في ولا شو هي معناتها معلم هي شو هي يا شباب حد فاهمني هالعلامه هي في ولا بويا ما اعرف حبيبي والله البنطال معلم البنطال شكله تمام خلينا بس نحط شي سكين هيك خفيف معه نشوف شكل البنطال او ناخذنا شي سكين ثاني انا بحب دائما اشوف الاشكال البنطال هذا شكل البنطال بشكل كامل تيم والله حتى مع السكين فوق طالع حلو يعني السكين طلع حلو يا شباب مع السكين فوق بعد السكين سكوربيو ده الاقرب اللوز اوكي الحذاء تمام وهي بنطال اوكي الحذاء معلم صراحه شايفه يعني اكبر من راس اللاعب ولا شو رايكم يا جماعه اوكي يا طيبين هيك بكون تابع مقطع اليوم ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع ما تنسونا بزر اللايك الله يسعد اياكم وما تنسوا كمان ما تنسوا شباب ونا تروحوا اشتركوا شباب القناه الثانيه الله يسعد اياكم وللاسف شباب ما قدرت ادخل على اللعب ما قدرت ادخل ولا موت ما اعرف شو صار معلم عجب لانه السعرين الدنيا صباحا معلم باكير كثير شو معلم بشكل اللعبه ما لها صحصحه مثلي حبيبي والله بشوفكم على خير بشوفكم بس مباشره السلام عليكم.